شكرا 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 شكرا. مساء الخير يا اطفال. وش راكم لاباس؟ اذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. انتوما والاطفال اللي يشاهدوا فينا، انتوما ثاني اللي حبيتوا تجوا تحضروا معنا وتفرحوا كيما هاد الاطفال، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. ككل بداية حصة نبدأ دائما بأيام دولية دي جورني انترناسيونال اللي يهمونا في حياتنا. في هذه الفترة هذه يوم 15 جانفي كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للاجئين، لا جورني انترناسيونال دي ريفوجي. عبركم يا اطفال بلي الحروب والنزاعات تولد لاجئين، واللاجئين هادو ما عندهمش ديور، ما عندهمش ديورهم، ما عندهمش وين يسكنوا، ما عندهمش يعني بدون ماوى. لذا نتوقفوا كل يوم 15 جانفي باش نضامنوا مع هاد اللاجئين ونطلبوا ربي يرجع كل واحد الوطن تاعو وكل واحد يخليه عنده ماوى. اذا يا اطفال نقول لكم اللغز، عبالكم تسنوا كاع في اللغز على بالي، نقول لكم اللغز اليوم. اللغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعنا يحدثنا؟ نعود: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعنا يحدثنا؟ فكروا عبالي شاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة. انتم أصدقائنا اللي عم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز عن طريق موقع الإنترنت بالطريقة التالية. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن في انتظار الإجابة عن اللغز يا أطفال، رايح نروح دركا مع أشرف يعرفنا عن شخصية مرموقة في الكفاح الجزائري، هو علي النمر. يلا معايا، تفضل أشرف. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من منا لا يقدر من باع نفسه في سبيل الوطن؟ علي النمر ولد في 16 مارس 1925 بدوار حدوثة بموانا ولاية باتنا. رغم السنوات القليلة التي قضاها في المدرسة لا فقط استطاع أن يتقن القراءة والكتابة باللغتين معا. انقطع عن الدراسة بسبب خلاف بينه وبين معلمه الفرنسي الأصل، وراح يبحث عن عمل لمساعدة أسرته الفقيرة. انضم إلى حزب الشعب الذي كان ينشط سراً أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك سنة 1943 بباتنا وهو لم يتجاوز 18 سنة. في الأيام الأولى من تفجير الثورة ألقي القبض عليه من طرف بوليس العدو واعتقل، ولم تتمكن فرنسا من معرفة الدور الذي كان يقوم به، فاضطرت إلى إخلاء سبيله في فيفري 1955. وبعد أيام التحق بالعمل العسكري في صفوف جيش التحرير الوطني إلى جانب إخوانه المجاهدين في أوائل شهر مارس 1955. منذ التحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني عمل الشهيد علي المر في نشر وتوسيع رقعة الثورة بتوعية وتعبئة الجماهير الشعبية وتدنيس الشباب في صفوف جيش التحرير الوطني وتعيين مسؤولين لا سيما في الجهة الغربية من ولاية أوراس حتى القبائل الكبرى في الولاية الثالثة. بعد مؤتمر سومام سافر إلى القبائل الكبرى، وقد حضر عددا من الاجتماعات مع مسؤولين منطقة القبائل في قرية أفرحون بتيزي وزو بين 1 و 11 جانفي 1957. استشهد المناضل علي النمر في 16 جوان 1958، رحم الله شهداءنا الأبرار. شكرا 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 أشرف. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار اللي بفضلهم الجزائر راهي حرة
مستقلة. واش رأيكم يا أطفال؟ مقبلات تكلمنا عن لا مازال اللغز، مازال اللغز، تكلمنا عن اللاجئين مقبلة وتكلمنا عن اليوم العالمي للاجئين، تاع لي ريفوجي. عمو يزيد دالكم أغنية بيتي، مساكن هما ما عندهمش مأوى، عمو يزيد دالكم هذه الأغنية بيتي، تغنوا كامل معايا بيتي، يلا. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. في فناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري، يجري في فرح يلعب كم يهواك للجزري. في فناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري، يجري في فرح يلعب كم يهواك للجزري. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. خلفها كتكوت يجري، وصياح الديك يدوي من بعد طلوع الفجر. في فناء البيت دجاجة، خلفها كتكوت يجري، وصياح الديك يدوي من بعد طلوع الفجر. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. في بيتنا توجد شجرة، فوقها عصفور جائع، يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع. في بيتنا توجد شجرة، فوقها عصفور جائع، يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. في فناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة، وحمام صوته أحلى جاء إلى عشه ليلى. في فناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة، وحمام صوته أحلى جاء إلى عشه ليلى. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. برافو 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 يا أطفال. عجبتكم الأغنية؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروحوا نكمل مع عمو نسيم اللي جانا من مدينة شرشال في ألعاب الخفة. تفضل عمو نسيم. تفضل تفضل. الحمامة عجبتكم؟ بزاف؟ بزاف ولا شوية؟ ولكن الحيوانات لازم لنا الرفق بالحيوان، لازم الحيوان نتهلاوه الرفق. بما أنه نهضروا على الرفق الحيوان، نتكلم لكم شوية على الحرية.
الحرية هو شيء عظيم، نعمة كبيرة. كما الإنسان عنده الحرية، الحيوان أيضا عنده الحرية. تابعوني مليح. نريكم صورة، قولي واش لها في الصورة. واش لها في الصورة؟ واش تلاحظوا ثاني؟ حمامة. واش ثاني؟ حمامة. عندنا حمامة وعندنا قفص. واش كاين هنايا؟ عندنا حمامة اللي راهي هي سجينة، والقفص هو أيضا سجين عند صاحبه. الحمامة راهي سجينة في القفص، والقفص راه سجين عند صاحبه. واش لازمنا؟ لازمنا نحروا الحمامة، ولكن باش نحروا الحمامة لازمنا نحروا أيضا القفص، نحيوه من عند مولاه. كي نسرحوه من عند مولاه نقدروا أيضا نحروا الحمامة. أحسبوا معايا، واحد حتى ثلاثة. واحد، ثلاثة، حررنا القفص. وكي نحروا القفص راح نحروا الحمامة. شكرا، برافو 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 عمو نسيم، برافو عمو نسيم. عجبتكم ألعاب الخفة؟ عجبتكم ألعاب الخفة؟ إذن يا أطفال، عمو يزيد راح يحكي لكم دركا حكاية جميلة. تحبوا الحكايات؟ حكاية الملك والعجوز. يلا معي. إذن يا أطفال، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الملك والعجوز. واحد النهار، واحد الملك حب يبني جامع، مسجد، ولكن حب هذاك المسجد باش هو يبقى على اسمه، حب واحد ما يساعده، يعني من ماله الخاص، كلش بدرهمه. بداوا يبنوا في هذاك المسجد وكامل، والخدامين وكامل، بعد كملوا البناية هذيك، كملوا البناية وبداوا الناس يصلوا في هذاك المسجد وكامل. واحد النهار كان راقد، جاته منام في الليل، إنسان دي فوق راقد ينوم، نام باللي المسجد هذاك مكتوب عليه اسم امرأة. هدوم داك ينوض يبعث الوزير تاعو يقولوا روح شوف الجامع اللي شفت في المنام باللي مكتوب فيه اسم امرأة، شوفوا شو مكتوب. يروح ويولي يقولوا لا لا يا مولاي، فيه اسمك ما تنحاش. سبحان الله. ومن بعد خدوه من داك كيف كيف ينوم باللي هذاك المسجد في الاسم مسجد المرأة الفلانية، حطوا اسمها. ينوض مفزوع هكذا يقول يا سبحان الله. من بعد يعيط الوزير تاعو يقول له شكون ساعدكم في البناية تاع الجامع يا اخي؟ قلت لكم وحدي انا اللي نمول الجامع المسجد. قال له مولاي غير انت اللي مولت، واحد ما مول معك، ما خلينا حتى واحد كما قلت لنا. قال لهم شوفوا، قال لهم انا نشوف هذا المنام. قالوا له ما على بالناش. زاد نام المرة الثالثة، رقد ناض مفزوع، شاف اسمه منحي وشاف اسم تاع الامرأة هذيك واسم كامل شفع عليه. ودوم من داك قال الوزير، قال له شوف انا تروح تجيب لي هذه المرأة وكاين اسمها هذا، تروح تبحثوا عليها في المملكة. راحوا يحوسوا عليها، يحوسوا عليها السيدة فلانة، السيدة فلانة، يحوسوا 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 حتى جابوها للملك. جات خايفة هكذا مفزوعة، قالت له يا مولاي يا مولاي انا ما درت والو كامل. قال لها لا 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 لا، حبيت نسقسيك حاجة. قالت له، قال لها واش درتي في الجامع هذا؟ اسكو بنيتي؟ درتي كش حاجة؟ ساهمتي؟ كيفاش يا اخي؟ قلت لكم امر باللي واحد ما يبني معايا نبني وحدي، انا اللي نمول. قالت له يا مولاي انا ما بنيت ما درت والو. قال لها كيفاش؟ زيدي تفكري. قالت له مولاي نتفكر، مرة برك كنت جايزة على المسجد هذاك، وكانوا يستعملوا البهايم يعني الحمار باش ينقلوا المواد، مواد تاع البناء. كان واحد الحمار مربوط، كان وكان واحد الإناء قدامه هكذا فيه الماء، وكان هذاك الحمار مربوط يحوس يشرب هذاك الماء، ما قدرش ما لحقش. قالت له يا مولاي انا شفت هذيك البهيمة ما قدرش تشرب، حكمت هذاك الإناء قربته له باش يشرب الماء. هذا واش درت؟ بعد تما فهم باللي هذاك الجاست يعني واش دارت هذيك المرأة، الحاجة البسيطة هذيك عند ربي عندها درجات، لأنها رحمة بهيمة كانت عطشانة. من هذاك اليوم الملك قال لهم تنحيوا اسمي من الجامع وتسموه باسم هذا العجوز هذه، لأن ربي سبحانه استقبل منها العمل تاعها أكثر خير من العمل اللي درته أنا. عمو يزيد، عمو يزيد،
نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم أنه من لا يرحم لا يرحم. بالضبط، تصفيقة تصفيقة على بوبي، تصفيقة تصفيقة تصفيقة. إذن يا أطفال كما قالكم بوبي، من لا يرحم لا يرحم. واش يقولوا؟ ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. برافو برافو. إذن يا أطفال إنسان لازم يرحم الناس. إنسان بالمرات قطة، بالمرات حيوان محتاج يشرب الماء، شفتوا بالمرات يكون الحر، بالمرات يعني الرحمة مليحة، الإنسان لازم يرحم. يا أخي يلا معي. شكرا 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 يا أطفال. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إذن من لا يرحم لا يرحم. وصلنا دركا لواحد الفقرة اللي نحبها، فقرة الرسائل اللي جينا بريد عمو يزيد، اللي نقرأ فيها رسائل اللي تبعتهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. بوبي شوف الرسائل تاع أصدقائنا واش بعثوا لنا هذه المرة. أنا نحب نقرأ هذه الرسائل هذو الجميلة. كاين؟ آه جميل 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 جميل. شكرا شكرا بوبي، شكرا شكرا. إذن الرسالة الأولى تقول من عند بن عروس عبد الرزاق، 13 سنة من مدينة الأغواط. سلمنا لكل سكان ولاية الأغواط. قال لك حصة رائعة والله فرحت الأطفال. يا عبد الرزاق هذا واجب، وشكرا شكرا على هذه الرسالة الظريفة والجميلة. الرسالة الموالية، ساكت إبراهيم 8 سنوات من مدينة مستغانم. مدينة مستغانم الجميلة، تحياتنا لكل سكان ولاية مستغانم والغرب الجزائري. قال لك إنها حصة رائعة جدا وأرجو منكم أن تقبلوني. بالضبط يا إبراهيم ساكت 8 سنوات من مستغانم، احنا نقبلوك ونقبلو كل الأطفال، ما عليك إلا تشارك عبر موقع الانترنت باش تحضر معنا وراح نكلموك حتما. الرسالة الموالية من عند والي خديجة، 11 سنة من مدينة تيزي وزو. الله يبارك القبائل الكبرى، نحيوكم كامل ونحبكم. إن الحصة رائعة ومذهلة وفيها شخصيات رائعة، أنا أحب عمو يزيد كثيرا. إذن رأيت سأل عليكم كامل والي خديجة من تيزي وزو 11 سنة، احنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. الرسالة الموالية حاج ميلود عبد القادر، 14 سنة من مدينة الشلف. قال لكم السلام عليكم، أشكر عمو يزيد على هذه الحصة الجميلة ونحبكم بزاف. إذن حاج ميلود عبد القادر 14 سنة من الشلف، حنا تاني نحبوك 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 ومرحبا بك في أي وقت. آخر رسالة تقول بوجلطي صفاء، 13 سنة من مدينة الأخضرية باليسترو من ولاية البويرة. قالت لكم أنا أحب عمو يزيد وأشكركم على هذه الحصة وتحب كل الدمى. يتسال عليكم. إذن صفاء بوجلطي 13 سنة من مدينة الأخضرية ولاية البويرة، احنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. عمو يزيد راح يحتفظ بهذه الرسائل هذو، لأنني نحب نقراهم رسائل تاعكم، عليكم إلى ترسلونا باش نقراو الرسائل تاعكم. لحقنا دركا ركن النكت، شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي تعالي تعالي اقعدي بنتي. واسمك؟ إكرام. شحال في عمرك؟ ستة. وين؟ ست أيام؟ ست سمانات؟ ست شهور؟ ها ست سنين. أنا عم بالي ست شهور. معلش عمو يزيد يحب يضحك معاكم برك. وين تسكني بنتي؟ فرويسو. الله يبارك الله يبارك. قولي النكتة تاعك بنتي. كان واحد النهار شحال كان رايح الجامع، هذيك النهار يسرقوا له صباطه، وبعد ذلك كي راح يحوس عليه ما لقاه، قال لهذوك تاع الجامع قال لهم اللي سرق لي صباطي اللي يرجعوا لي نحكي له حكاية بابا كي كان يسرقوا له صباطه ويعاودوا يولي. جا السراق قال له هاك صباطك، قال له بابا كان يرفض صباطه ويروح لداره. برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة؟ شكون اللي عنده؟ تعال 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 وليدي. واسمك؟
أشرف. أشرف الباحث. وشحال عمرك وليدي؟ 9 سنوات. الله يبارك. وين تسكن؟ في الجزائر العاصمة. برافو. قلنا نكتة تاعك وليدي. كان أمريكي وجزائري وفرنسي وفي طيارة، وبعد فات الفرنسي على بلاده قال أنا هذه بلادي، عرفها من برج باريس. وبعد فات أمريكي قال هذه بلادي، عرفتها من ناطحة السحاب. بعد فات على الجزائر قال عرفتها من الأولاد اللي يقولوا طيارة، اجت طيارة. اجت طيارة. برافو 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 برافو. تعال أروح. تعال أروح. أقعد. ما اسمك ولدي؟ محمد لازي. وين تسكن؟ في 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 الجزائر. في الجزائر. شحال في عمرك؟ 3 سنين. 3 سنين. وشاطر هكذا. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. كان واحد الصباح ياكل دجاج. ياكل دجاج. ومن بعد؟ بعد كي جا واحد خرج من فمه. خرج له دجاج من فمه وخلاص الحكايه. كملت. كسب عشاء كلاه. هي الطيارة كي فاتت طلع هناك، هي الطيارة طلعت. تفضل 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 وليدي. تفضل ارجع لمكانك وليدي. حبيت تقرا الورقة تاع مو يزيد؟ ارجع لمكانك. يلا شكرا وليدي. شكرا. إذن يا أطفال، ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعنا يتحدث يحدثنا؟ ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعنا يحدثنا؟ تعالي بنتي أرواحي. واسمك بنتي؟ فريال. فريال. وين تسكني فريال؟ في الحراش. في الحراش. شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنة. وش هو الجواب؟ رفع الإصبع. لا 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 لا، شيء بمجرد حركة من إصبعنا يحدثنا. تعالي بنتي. تعالي أروحي منا. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين. وين تسكني؟ في الحاميز. في الحاميز. وش هو الجواب؟ الهاتف. لا لا، مش الهاتف. شيء بمجرد حركة منا يحدثنا. تعال ولدي. تعال. واسمك؟ عصام. وين تسكن عصام؟ دار بيضا. دور وليدي الكاميرا. وين تكون عصام؟ دار بيضا. دار بيضا. شحال في عمرك؟ عمري 11 سنة. الله يبارك الله يبارك. وش هو الجواب؟ جابوا فأرة الحاسوب. لا 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 لا، يحدثنا يهدر معنا. تعال تعال وليدي. واسمك؟ هشام. هشام. شحال في عمرك هشام؟ 10 سنين. وين تكون؟ في الجزائر العاصمة. الجزائر العاصمة. وش هو الجواب؟ رفع رفع الإصبع. لا 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 لا، مش ما فهمتوش. تفضل وليدي. ما هو الشيء الذي بمجرد حركة من إصبعنا يحدثنا؟ فهمتوا؟ تعال. واسمك وليدي؟ أنيس. وش هو الجواب؟ وش هو؟ نسيتو؟ نسيت الجواب؟ معليش وليدي معليش. تعالي بنتي. المذياع. وش هو؟ المذياع. المذياع. المذياع على راديو بمجرد حركة من إصبعنا يحدثنا، هو المذياع. أعطي لي الهدية تاعها. أعطي لي الشطرة هذه. عمو يزيد يعطيك هذا الكوب. شكرا. العفو بنتي العفو. ويعطيك 3 سيديهات من حق الطفولة معلمي، ومبروك عليك النجاح. في كل سي دي 22 أغنية تفيدك يا بنتي، فيها أغاني للأطفال. تفضلي. العفو 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 بنتي. عندنا عيد ميلاد إبراهيم 9 سنوات. تعال إبراهيم أروح وليدي. احنا نغنوا لإبراهيم عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. تعال إبراهيم. تعال تعال وليدي. تعال وليدي. أيوه. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد.
سعادة وهنا شرح يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفضل شرح يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفضل أحلى الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو برافو مازال حبيت طفيش مع مازال وليدي مازال إذن تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة زوج واحد برافو طفيش مع برافو برافو وليدي برافو 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 عطيلي الشهادة تاعو إذن إبراهيم هذه الشهادة تاعك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل هذا اللي كامل أنتم كي تخرجوا تسيبوهم في انتظاركم كل واحد يأخذ ظرف هكذا بشهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باش تحتفظوا بها كذكرى يا أخي إذن وأنا نقول لك يا إبراهيم بما أنك رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42 ألف استوالي الجزائر العاصمة راعي البرنامج يهديك هذه الدراجة هذه ان شاء الله تستفاد بها فوالا وليدك فرحان هاي برافو 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 وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت سلام نحبكم يا اطفال لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع